أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي، أحييكم من تلفزيون الكويت وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذه الليلة. من عناوين النشرة: بتوجيهات من سمو رئيس الحرس الوطني، معالي نائب رئيس الحرس الوطني يصدر قرارا بتشكيل لجنة للشفافية والإصلاح. معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب يفتتح معرض الاستقلال 53. اختتام ثالث فعاليات مسابقة الموروث البحري ضمن أنشطة مهرجان الموروث الشعبي الرابع. نفصل الأخبار من تلفزيون الكويت. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح. استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. واستقبل سموه حفظه الله معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح. كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح. واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح. كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان اليوم معالي وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم. اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اليابانية الكويتية عن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم عضو مجلس النواب الياباني يوريكو كويكي. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات سيما البرلماني. منها حضر المقابلة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية اليابانية العضو دكتور خليل عبد الله والعضوان ماجد موسى وعبد الله التميمي. بتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي صباح رئيس الحرس الوطني، أصدر معالي الشيخ مشعل أحمد الجابر صباح نائب رئيس الحرس الوطني قرارا بتشكيل لجنة للشفافية والإصلاح، مهمتها تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة وتكريس الإدارة النزيهة ومكافحة الفساد ودرء مخاطره بمختلف الوسائل والإجراءات التي تحقق المصالح العليا للحرس الوطني ومنتسبيه، وذلك تتويجا لحصول الحرس الوطني على جائزة الشفافية لعام 2013 ورغبة من القيادة العليا في مواصلة مسيرة الإصلاح المنشود في الحرس الوطني. وحدد القرار اختصاصات عدة لجان من بينها وضع التصورات والآليات والخطط للشفافية والإصلاح والنزاهة ومتابعة تنفيذها وحماية منتسب الحرس الوطني من استغلال المنصب وتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية وإبلاغ القيادات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ أي عقد وارتباط يكون الحرس الوطني طرفا فيه إذا تبين أن هذا العقد أو الارتباط قد أبرم بمخالفة الأنظمة والقرارات المعمول بها في الحرس.
افتتح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح معرض الاستقلال 53 الذي يقام بمناسبة مرور 53 عاما على استقلال البلاد، ويتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية بمشاركة جهات حكومية وأهلية. شهر فبراير هو شهر الأعياد الوطنية في دولتنا الحبيبة، فالمؤسسات والهيئات الحكومية تتسابق في الاحتفال بهذه المناسبات، حيث اجتمعوا تحت سقف واحد ضمن معرض الاستقلال 53 الذي شهد مشاركة متميزة لكافة الأطراف إحياء وترسيخا لمرحلة هامة من تاريخ الكويت. تشرفت اليوم بافتتاح معرض الاستقلال، هذا المعرض اللي يرون جميع المؤسسات والوزارات والجهات وجمعيات النفع العام والشركات المشاركة فيه تعبيرا لحبهم للوطن وتأكيدا لاستقلال الكويت الذي بدأ من 53 سنة. الكويت ترفل في الديمقراطية وفي ظل دولة المؤسسات، وهذا اليوم ما في شك يعبر عن رمز الولاء والمحبة للكويت. الكويت والكويتيين فخورين بالإنجازات اللي قدموها لوطنهم، سوف يقدمونها إن شاء الله في المستقبل. جهات حكومية تستعرض مراحل أنشطتها وفعاليتها المختلفة في أجواء وطنية مشجعة تهدف إلى تعزيز روح التكاتف والولاء لوطننا الغالي الكويت. هالفترة هذه أغلب السيدات يلقونها فرصة ان يسوون مشغولات عشان الاعياد جايه 25 26، فالناس كلها تشتري يعني من هذا المعرض، فتلقينهم هم مسوين، بس هذا ترى شغل يدوي، يعني سكارفات مسوينها بالشغل الكنفاش، مسوين شغلات كلها يدويه يعني، فتحسينها غير يعني. حتى لو لاحظتي ترى الاخت اللي تسوي شوكليت عندها مصنع شوكليت هاي قاعد تسوي على شكل علم دوله الكويت، فهم يعني هي فرحه شاركنا كعادتنا كل سنه عشان عيد الاستقلال والعيد الوطني، ونحب الكويت، وهذا أقل شيء نقدمه حق ديرتنا الحبيبة الكويت. وكعادتنا هم حاطين أيضا الخدمات ملوتنا نقدمها حق المشتركين. كل مشارك في المعرض بطريقته الخاصة تعبيرا لحبهم لوطنهم الكويت. يا كويت يا ريحة هلي، انت مكاني ومنزلي، معروف حدك يا وطن من الوفرة ليم العبدلي، كل الشعب وقال الشعب أميرنا أبو ناصر ونواف الولي، اي نعم قايدنا أبو ناصر بغيره ما نرتضي ولا نلتوي، والزعامة ما تبي غيرك زعامة، صاين العهد لعيون شعبه وانضاقت ما يخليها، فداها بروحه ودمه، يجعل روحه ودمي فداه وسلامتكم. يقول يحفظ يا كويت يديردها يحبه لبلدها، شوف يوم يوم سمس الحياة، يا الله يا شيخ يا جيوبي قلوبنا بقلوبنا، الله يا وطنك جميل وعميرنا. معرض الاستقلال يأتي ضمن احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية، حيث استقطب المعرض أكثر من 30 جهة ومؤسسة حكومية لاستعراض مساهماتها في تطور تاريخ الكويت. من أرض المعارض الدولية، مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. نعى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح فقيد الأسرة الإعلامية الكويتية جاسم مبارك الجاسم الذي انتقل إلى جوار ربه أمس بعد حياة حافلة بالعمل الإعلامي، حيث قضى المرحوم معظم حياته خدمة للصحافة الكويتية وأمضى أكثر من نصف قرن في عالم الصحافة والطباعة. وأشاد وزير الإعلام في بيان صحفي اليوم بدور المرحوم بإذن الله. جاسم مبارك الجاسم الذي يعد أبرز رجالات الكويت الذين أسهموا في نشأة وتطور الصحافة المحلية، حيث كان الراحل وراء إنشاء العديد من الصحف والمنابر الإعلامية الرائدة محليا، كما كان أحد أبرز رواد المطابع حيث عمل على نشأة وتطوير المطابع في البلاد، إضافة إلى أنه أحد مؤسسي جمعية الصحفيين الكويتية عام 1964. وعرب الشيخ سلمان باسمه وباسم موظف وزارة الإعلام والقطاعات التابعة لها والعاملين في مجال الصحافة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعيا المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على اقتراح بقانون بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجماع حضورها، وأحالته إلى لجنة المرافق العامة. وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبد الكريم الكندري إن اللجنة وافقت أيضا على مقترح بإنشاء جهاز المراقبين الماليين بإجماع حضورها بعد مناقشته والتصويت عليه، وأحالته إلى اللجنة المختصة. وأضاف الكندري أن اللجنة ناقشت مقترحا بقانون بشأن حقوق الطفل وانتهت إلى الموافقة عليه مع التوصية بأخذ الملاحظات، وأحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد باعتبارها اللجنة المختصة. اختتمت اليوم ثالث فعاليات مسابقة الموروث البحري المقامة في ديوانية الفنطاس للصيادين، وذلك ضمن أنشطة مهرجان الموروث الشعبي الرابع. أنشطة الموروث الشعبي الرابع اختتمت ثالث فعاليات مسابقة الموروث البحري والذي انطلقت في ديوانية الفنطاس للصيادين، وتم الإعلان عن الفائزين المتأهلين في المسابقة. انتهينا من المسابقة الثالثة اللي قيمت في منطقة الفنطاس، وبحضور 86 متسابق، إلا أن طبعا سوء الأحوال الجوية يعني مما أدى من قبل اللجنة أن تتخذ قرار بوقف المسابقة وإنهائها بفترة زمنية صراحة، بس يعني فترة زمنية شوي طويلة للأمانة، يعني يفترض أن المسابقة تنتهي الساعة 4 مساء، إلا أن بسبب سوء الأحوال الجوية اضطرينا كلجنة أن ننهي المسابقة الساعة 2، طبعا حفاظا على المتسابقين وسلامة المشاركين معنا. فرأت اللجنة أن نتخذ هذا القرار بإنهاء المسابقة قبل موعدها على الأقل بساعتين، ولكن عدا ذلك لله الحمد جميع المتسابقين ردونا بسلام، وهذا أهم شيء طبعا، وهي من أولويات اللجنة أنها تحافظ على المتسابقين اللي معانا. وإن شاء الله نتأمل في المسابقة الأخيرة وهي مسابقة النخبة. هذه المسابقة هي واحدة من أربع مسابقات للموروث الشعبي، كلها في قيد الحياة، وتقام على أيام المهرجان بمشاركة واسعة من عشاق والتراث الكويتي والخليج. انتهت مسابقة صيد الموروث الشعبي في ديوانة الفنطاس للصيادين، والحمد لله كل شيء تمام، والتحكيم والحضور كان طيب وزين والحمد لله كل شيء. أول ما أشارك بمسابقة ديوانية الفنطاس للصيادين، فالحمد لله أنا حصلت على المركز الأول، الله وفقني وتسهلت الأمور إن شاء الله. كانت مسابقة ممتازة وأكثر من رائعة، والحمد لله الله وفقنا ان خلانا ناخذ المركز الاول. طبعا انا حرصت اني اشارك بمسابقه الموروث الشعبي لصيد الاسماك بمسنه الفنطاس، والصراحه طلعت المركز الثاني الحمد لله الحمد، وكانت التنظيم يعني اكثر من رائع وممتاز، استمتعنا الحمد لله. بيت البدر هو أحد البيوت الكويتية القديمة التي تعكس بوضوح المظاهر الاجتماعية الكويتية القديمة، ويقوم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بإحياء هذه الأماكن من خلال إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية. تاريخي كويتي يمثل نموذجا معماريا متميزا يعبر بوضوح عن المظاهر الاجتماعية والحضارية التي كانت تسود المجتمع الكويتي في القرن الماضي. هذا الصرح هو بيت البدر الذي تعود ملكيته إلى ورثة عبد العزيز وعبد المحسن يوسف البدر، وهما من كبار تجار الكويت، ومن ثم انضم البيت إلى إدارة الآثار والمتاحف التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. يعني قبل أكثر من 200 سنة تقريبا، يعني بحدود 200 سنة تم بناء هذا المبنى، يعود لأسرة البدر. هذه الأسرة العريقة مشهورة بتجارة الخيول، كان واحد من أكبر تجار الخيول، يقع الموقع مباشرة على البحر،
والمبنى تم ضمه من ضمن المباني التاريخية في بداية تقريبا السبعينات الثمانينات. البيت يضم تحت سقفه 5 أقسام أو أحواش زينت جدرانه بالسخارف المتنوعة التي تدل على أصالة هذا البيت وفخامته. القيمة التاريخية يعني العمارة الموجودة من العمارات النادرة، يعني إذا دخلت حوش الحرم في تنوع بحجم الغرف بالارتفاعات ببعض الاستخدامات اللي غير موجودة في أي مبنى تاريخي آخر. الحوش الديوانية فيها أيضا للرجال، فيها صبل للخيول، وفي مربط لبعض الخيول لأنها تعود إلى تاجر البدر، كان هو تاجر يعني للخيول في ذيك الفترة. حوش اللي هو المطبخ لإعداد الأكل للجهتين، الفرية الموجودة، الزخارف، الأقواس، الشجرة السدر الموجودة هي من 1838، فيعني هذا يدل على ان البيت اكثر من تقريبا من 150 سنة صار له. البيت معمول بالنظام العربي القديم اللي هو نظام الحوش والغرف اللي موجودة حوالينا، وعادة ما يكون البيت فيه اكثر من حوش. حوش يصير للحرم مثل ما نقول احنا، او مثل ما يقولون في بعض القصور الحرم اللي هو سكن العائلة، وبعدين يصير حوش للرجال والدوانية، ويصير فيه حوش للطبخ والخدم اللي يكون فيه. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يحرص على إحياء هذه الأماكن التراثية التاريخية من خلال إقامة ورش تدريبية وتراثية وعدد من الفعاليات المصاحبة لمهرجانات متنوعة، وذلك لتبقى هذه الأماكن عالقة في الأذهان والتركيز على أهميتها ووجودها في الساحة التراثية الكويتية. هذه البيوت من الأفضل أنها تحيى من خلال ما عملناه إحنا، والآن المجلس قاعد يسعى لأنه يقيم في هذه البيوت التراثية مجموعة من الدورات في مجالات كثيرة. إحنا أقمنا هنا أول دورة مع المجلس الوطني في فن الخط العربي والفنون المصاحبة له اللي هي فنون الزخرفة والتذهيب والتلوين والأمور الأخرى هذه. طبعا الدورة هذه استمرت شهر ونص، والمعرض الحالي هو نتاج هذه الدورة، وبإذن الله تعالى إن شاء الله ستستمر هذه الدورات في المستقبل للتدريب أكبر. ما ذكرناه سابقا هو جزء بسيط من الدور الفاعل والمكان المرموقة الذي يحتله هذا البيت العريق من الناحية التراثية، وإن دل على شيء فإنه يدل على أن دولة الكويت تعنى وتهتم بشكل مستمر بإحياء هذه الأماكن لتبقى محطة هامة للأجيال الحالية والقادمة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. شارك قارب رحلة الأمل في معرض الكويت لليخوت لعرض رحلته التجريبية الأولى، والتي تبدأ من الكويت وصولا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، ثم العودة إلى الكويت لإثبات قدرة ذوي الإعاقات الذهنية على تنفيذ أعمال بطولية كبيرة وبمضامين إنسانية. تبدأ رحلة أمل بالإبحار من الكويت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي لتعود للكويت مرة ثانية، محاولة بوعود لذوي الإعاقات الذهنية وإدماجهم ضمن المجتمع. لكن هي تتعلق في خدمة ذوي الإعاقة الذهنية وخدمة يعمل لصالحهم من جمعيات ومن تجمعات. عرض والتحدث عن هذه الفئة ووجود اللي تقدمها الجمعيات بحد ذاته يفتح المجال لنعرف عن هذه القضية، عن هذه الفئة واحتياجاتهم وطلباتهم، ويعني اللي نتمنى أيضا في المجتمع مع الجمعيات النفع العام من جمعيات تخدم هذه الفئة ومتجمعات شبابية، ويشتركون معاهم ويساهمون معاهم ويتفائلون، أهم شيء التفائل. على ظهر هذا البوت وفي معرض اليخوت في المارينا، والحقيقة سعادتنا لا توصف في إنجاز هذا البوت، والآن في المراحل الأخيرة أو الرتوش الأخيرة إن شاء الله لانطلاق رحلة الأمل إلى رحلة تجريبية إن شاء الله. إبراز وجه الكويت الحضاري ونقل تجاربها في رعاية ذوي الإعاقات الذهنية إلى العالم هو أهم أهداف هذه الرحلة، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لذوي الإعاقات الذهنية لتنفيذ أعمال بطولية. عندنا الزواج نفسه ينوم 11 شخص مرتاحين،
إذا احتجنا نقدر نبلش بشغلة اسمها الهوت بيد. الهوت بيد إنه يكون الشخص بس يخلص الشخص إنه ريح، اللي بعده يستخدم نفس الفراش، يعني إنه يحط سليبينج باج أو يحط كذا شغلة عنده، إنه تكون يعني ما يكون فراشه ثابت إنه غيرون. والوحيد بالعالم اللي في استديو تلفزيون الكويت ويبث بنفس الوقت وهو ماشي، فهذا إنجاز يعني حق ديرتنا. كلنا قاعد نسوي شغلة، يعني كلنا متطوعين. قارب رحلة الأمل، فخر الصناعة الكويتية سيبحر حاملا قضايا المعاقين ذهنيا إلى العالم عبر رحلة ستصنع الحدث بإنسانيتها. رحلة الأمل بصمة حضارية تنطلق من الكويت حاملة رسالة إنسانية عالمية لمصلحة ذوي الإعاقات الذهنية. دلال أبو الحسن، تلفزيون دولة الكويت. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى ناصر مشاري عبد الله محمد النصار عن عمر يناهز 75. انتقل إلى رحمة الله تعالى فهد محمد الحمد عن عمر يناهز 73 وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر يوم غد. انتقل إلى رحمة الله تعالى عيسى سلطان سعيد العجيل عن عمر يناهز 67 وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر يوم غد. انتقل إلى رحمة الله تعالى سليمان محمد خليفة الريش عن عمر يناهز 31 وسيوارى جثمانه الثرى الساعة 9 صباح يوم غد. عظم الله أجر ذويهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيداتي وسادتي، في الختام أقدم لحضراتكم تذكيرا بأهم العناوين. بتوجيهات من سمو رئيس الحرس الوطني معالي نائب رئيس الحرس الوطني يصدر قرارا بتشكيل لجنة للشفافية والإصلاح. وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب يفتتح معرض الاستقلال 53. اختتام ثالث فعاليات مسابقة الموروث البحري ضمن أنشطة مهرجان الموروث الشعبي الرابع. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة لكم أجمل تحيات الزملاء العاملين في قطاع الأخبار والمخرج سعود العازمي. إلى اللقاء.